نروح لفريق سلة الاتحاد السكندري اللي للأسف خسر لقب البطولة العربية للأندية لكرة السلة بالهزيمة من العربي القطري بنتيجة 81-71 في المباراة اللي اتلعبت من شوية على صالة برج العرب في ختام النسخة 36 من البطولة المقامة بالأسكندرية. الاتحاد السكندري كان صعد للنهائي بعد فوزه على سبورتينج بنتيجة 83-72، أما العربي القطري ففاز في نصف النهائي على كازما الكويتي بنتيجة 87-80. زي ما عارفين الاتحاد السكندري حقق لقب البطولة العربية للأندية 7 مرات من قبل، أما العربي القطري ففاز باللقب للمرة الأولى في تاريخه. فطبعا هارد لك للاتحاد السكندري، أكيد كنا نتمنى أن نادي الاتحاد اللي يفوز بالبطولة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فبنتمنى لهم التوفيق في القادم بإذن الله. أما عن فريق سلة سبورتينج فقدر يحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة العربية للأندية لكرة السلة بعد فوزه على قزمة الكويتي بنتيجة 95-79 في المباراة اللي اتلعبت النهاردة في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية. جت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى 33-19 لسبورتينج، الفترة الثانية 52-43 لسبورتينج، الفترة الثالثة 68-59 لسبورتينج، الفترة الرابعة والأخيرة 95-79 لنادي سبورتينج لتنتهي المباراة لصالح الفريق السكندري وفوزه بالميدالية البرونزية. فريق سبورتينج كان خسر في مباراة نصف النهائي من الاتحاد السكندري زي ما قلنا لحضراتكم بنتيجة 83-72. مبروك لسبورتينج، هارد لك للاتحاد السكندري، وبالتوفيق لكل أنديتنا المصرية في كل ما هو مقبل بإذن الله. نروح لمنتخب مصر وبطولة العالم للترايسل واللي سيطر عليها المصريين وتصدروا جدول الميداليات برصيد 36 ميدالية متنوعة. البطولة بتشهد مشاركة 600 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة من مختلف أنحاء العالم. حصد أبطال وبطلات مصر 36 ميدالية بواقع 17 ذهب 11 فضة 8 ميداليات برونز. دي نتيجة محترمة جدا جدا جدا، لأن أنا النهاردة بتكلم عن بطولة عالم، فيعني بجد برافو، بجد حاجة عظيمة جدا جدا جدا، يعني بجد نتيجة، يعني وأنا بقراها مع حضراتكم دلوقتي نتيجة محترمة جدا. دي بطولة عالم يا جماعة، ففكرة أنك تجيب 36 ميدالية في بطولة عالم يتخللهم 17 ميدالية ذهب و11 فضة و8 برونز، بجد شكرا من قلبي يعني. كمان المنتخب المصري للبياتل حقق 7 ميداليات متنوعة في منافسات التتابع المختلط، منها 2 ذهب و3 فضة و2 برونز، ده غير تحقيق 8 ميداليات متنوعة في منافسات التتابع المختلط للترايثل، منها 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية وبرونزية واحدة. أما عن منتخب مصر للكاراتيه فرفع رصيده ل7 ميداليات متنوعة لحد دلوقتي في بطولة العالم للناشئين والشباب والشباب تحت 21 سنة طبعا، واللي بتقام حاليا بإيطاليا بواقع 3 ميداليات ذهب فضيتين و2 ميداليتين برونز. حقق الذهبية كل من محمد أشرف في منافسات وزن تحت 68 كيلو جرام كوميتيه فردي شباب طبعا، ومعاز مصطفى في منافسات وزن تحت 63 كيلو جرام كوميتيه فردي ناشئين، مريم طنطاوي في منافسات وزن تحت 66 كيلو جرام كوميتيه فردي شباب، وحقق الميدالية الفضية كل من رؤى طاهر في منافسات وزن فوق 61 كيلو جرام كوميتيه فردي ناشئات، ونورهان مصلح في منافسات وزن تحت 61 كيلو جرام كوميتيه فردي طبعا ناشئات. أما الميداليات البرونزية فجت كالتالي: من نصيب طبعا ملك ناجي في منافسات وزن فوق 66 كيلو جرام كوميتيه فردي شابات، وملك عفيفي في منافسات وزن تحت 47 كيلو جرام كوميتيه فردي ناشئات. طبعا نتائج محترمة وعظيمة جدا جدا. أما عن الثنائي هدية الجندي ولوجين وصفي لاعبات منتخب مصر الريشة الطائرة حققوا الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي ببطولة مصر الدولية اللي بتقام حاليا باستاد القاهرة بمشاركة 182 لاعب ولاعبة بيمثلوا 27 دولة.
الثنائي المصري حقق الميداليه البرونزيه بعد الخساره في منافسات نصف النهائي امام ثنائي موريشيوس بنتيجه 2-0. البطولة هتختتم بكرة إن شاء الله بعد منافسات قوية، خصوصا وإنها ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة. هو إحنا الخبر اللي معانا طبعا عن نجم التنس الصربي نوفاك جيكوفيتش، بس قبل ما أتكلم عن نوفاك جيكوفيتش عايزة أقول إنه بجد نادال خد يعني شبابنا وطفولتنا وهو جنة. نادال لما بطل أو أعلن اعتزاله لما شفنا من يومين خد قلوبنا كلنا، كل تقريبا العالم كان عامل شير سواء ستوري أو بوست للفيديو اللي نادال بيعلن فيه اعتزاله وبيتكلم فيه عن أسرته وعن زوجته وعن والدته وعن والده وعن ابنه وعن خد قلوب كل العالم، لأن نادال ما كانش لاعب تنس عادي، نادال كان أسطورة، وغير أنه أسطورة هو عمل أرقام عظيمة، أرقام قياسية، ومن وهو صغير بدأ مسيرته بدري جدا جدا جدا، وقدر أنه يعني يحقق بطولات في البطولات الأربعة الكبرى أو الجراند سلام من سن صغير جدا. تهيألي هنقعد وقت عظيم علشان نلاقي حد يقدر يحقق اللي نادال حققه، لأنه نادال ما كانش مجرد لاعب تنس، نادال هو مثال للرياضي المثالي، الرياضي المثقف، الرياضي الملتزم، الرياضي اللي عنده ما يكفي من ثبات انفعالي، الرياضي القدوة. بعد كل اللي أنا قلته ده لازم يبقى قدوة، لأن أنا مقتنعة أنه الرياضي مش بس هو صاحب المهارات والفنيات والبدني والمكونات الجسمانية المطلوبة للعبة والمكونات والقدرة البدنية والمهارات، لأ لأ، لما فرنسا تستدعيه علشان هو اللي يفتتح مسك الشعلة، لما في الأولمبياد اللي فاتت، لما حاجات كتيرة قوي، لما العيلة المالكة في إسبانيا تبقى دايما بيكون قاعد جنبهم في متابعة مباريات ريال مدريد. نادال ما كانش لاعب تنس عادي، نادال ما كانش لاعب تنس فقط، نادال هو القدوة، نادال هو الرياضي المثالي، نادال هو اللي خد ذكرياتنا وطفولتنا وشبابنا. أنا مش عايزة أكبره لأنه نفس جيلي تقريبا، يعني يمكن فرق 3 سنين ولا حاجة، بس اللي بتكلم فيه إنه لأ بجد نادال مختلف. نادال أنا بتمنى إنه يبقى في أسطورة حقيقية، رياضي مثالي، رياضي قدوة لكل لجيله على فكرة وللأجيال اللي جت بعده، لأنه بجد مش لاعب هنفضل فاكرينه أنه لاعب تنس، هو لاعب عنده مشاعر إنسانية ويعني دايما شفنا منه لما كان ليه لفتات إنسانية جميلة مع طبعا الولاد الصغيرين اللي بيلموا الكور مثلا في ملعب التنس، لما كان الدنيا بتكون شمس وبنشوفه ان هو يروح مقعدهم جنبه تحت الشمسيه بتاعته او الحد اللي واقف بيديه شمسيه، لما يبقى بيديهم ميه، لما يبقى بيديهم حاجه من حاجته، لما يبقى بيتصور معاهم، لما يبقى بيقعدهم جنبه ويتكلم معاهم في فترات البريك بتاعته. لا نادال يا جماعه مختلف، نادال انسان ورياضي ومثقف وكل حاجة. نادال هو الرياضي المثالي اللي تحب تتفرج عليه وتعرف منه يعني ايه رياضة. انا قلت وهفضل اقول الرياضي هو ليس فقط صاحب المهارات والمكونات الجسمانية اللازمة لأي لعبة كانت يعني، والمكونات الجسمانية والقدرات البدنية فقط والمهارات، لا الرياضي مش كده. اتفرجوا على نادال في خلال مسيرته وتعلموا يعني ايه الرياضة بشكل عام، الرياضة بشكل عام، مش رياضة التنس او يعني ايه تبقى رياضي مثالي، لا اتعلموا ان الرياضة شكلها ايه، الرياضة اللي فيها روح رياضية ومكسب وخسارة وثبات انفعالي واحترام الخصم واحترام الجمهور واحترام حرمة الملعب واحترام. نادال
هيفضل هو الرياضي، مش عايز اقول الاعظم لان عندنا رياضيين عظماء جدا، ولكن الرياضي المثالي اللي بجد تقعد ابنك او بنتك وتفرجوا على ماتشاته، حتى لو ابنك وبنتك مش بيلعبوا تنس تقعدوا تفرجوا على ماتشاته عشان يتعلم يعني ايه الاخلاق الرياضيه والروح الرياضيه، وان الرياضه دي هي لتهذيب الروح وهي القوه الناعمه لان انت النهارده اي مشاكل او اي حاجات صعبه ما بين اشخاص وما بين دول ممكن الرياضه تهديها من خلال الاشخاص العظيمه الجميله اللي شبه نادال. بجد يعني شكرا من قلبي ان انا الحمد لله اني شفته وكان جيلي وكنت بتفرج عليه، وانا من محبي نادال بالمناسبه. اكيد الانترو الطويله العريضه دي اكيد فهمتوا ان انا من محبي نادال، لانه كان جيلنا متقسم شويه، في ناس بتحب فيدرر وفي ناس بتحب نادال، ومع مرور الوقت في ناس بدات تحب جيكوفيتش، فانا من فريق نادال، من محبي نادال حقيقه يعني. وكان في بيوت كتيره جدا جدا بتتفرج على نادال كانه واحد من البيت. يعني انا كان بيتنا مثلا لما نادال وهو بيلعب يعني كان احمد الاحمر بيلعب بالظبط، كان نفس الشعور، البيت بيبقى متحمس مع نادال زي ما متحمس مع احمد الاحمر. فنادال بالنسبه لنا كان، وعلى فكره مش احنا لوحدنا كبيت مصري، بيوت مصريه كتير من محبي الرياضه واللي كانوا بيتفرجوا على البطولات الكبرى الجراند سلام، الاربع بطولات الكبرى اللي هما الجراند سلام، بجد كان في بيوت كتيره بتقعد تتابع وبتبقى مستنيه نادال، زي ما كان في ناس طبعا مستنيه فيدرر بس مش قد الناس اللي بتستنى نادال، ومش قد وناس بتستنى جيكوفيتش بس مش قد برضو الناس اللي بتستنى نادال. فحقيقي ذكريات جميله جدا جدا مع لاعب التنس المدريدي، وانا بحبه عشان مدريدي كمان على فكره. فيعني ممكن نشوفه في يوم من الايام رئيس نادي ريال مدريد، ليه لا؟ فبتمنى له التوفيق في حياته المقبله بالتاكيد، ولاي رياضي مثالي شبه نادال بتمنى له انه يكون يعني حياته المقبله ده اكيد هيبقى كادر اداري ناجح لما يمتلكه من ثبات انفعالي، ولما يمتلكه من ثقافه رياضيه، ولما يمتلكه من اخلاق رياضيه وروح رياضيه. فبيتهيألي ليه لا ان احنا ما نشوفش نادال واللي زيه يكونوا رؤساء انديه، يكونوا رؤساء اتحادات، يكونوا مدربين لاقوى لاعبي العالم. ليه لا؟ خلينا نشوف الفتره اللي جايه هيكون اتجاه نادال في ايه، ولكن اعتقد انه هيبقى في السلك الاداري اكتر يعني، اعتقد ان شاء الله يكون في السلك الاداري. نروح طبعا زي طبعا زي ما حضراتكم شايفين مع بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ف بس ده هو صغير شويه، ده رئيس تاريخي طبعا لنادي ريال مدريد، ولكن دي صوره ليه وهو صغير يعني في يمكن في بداياته، فحاجه جميله ومشرفه جدا جدا.